تنجم تعرفها هي شنو اللي ما تعيشها زيد يعني بتشوف التلفزة بتتفرج في دي سي دي بتتفرج في كذا ثم برشة حيثيات برشة حويج يصيروا وراء الكاميرا ما حتى كيفش نحكيهم لك أنا ماكش بش نجم تعيشهم ماكش بش نجم تفهمهم خاطر عالم آخر على روحه. أنا ديما نقول الانبي بعيد على ريال مدريد 50 سنة وريال مدريد بعيد على تونس 50 سنة دونك الانبي بعيد على احنا 100 سنة 50 مع 50 100 سهل الحكاية مش نحقر في ريال مدريد ولا نحقر في بلادي ولا أما بالحق راهو ديما خاطر ثم كيس ديما فيه شطار معبي وشطار فارغ أنا تو نحكي على شطار المعبي راهو يعني التطور اللي وصلوا له في كل شيء بعاد برشا عن الناس الكل ثم تو حتى دي زونترينور يقول لك لا الباسكيت بتاع الان بي مش كيف الاوروب مش الاوروب ما احسن لا الاوروب يمكن خاطر تشبه لنا ذاك علاش فهمناها ما ذيك حاجه تو بشوي نفهموها حاجه اكستراوردينير الحقيقه النظام الماتشوات كل شيء يعني ما ثماش حتى ديتاي صغير يفوتهم حتى كان فاتهم ديتاي هذاك راك دوب ما فاقوا به يعني توا بعد نهارين ثلاثه يتحل المشكله هذاك ويتعداو الجديد نجموا نعملوها مع سعدين نجموا ننظموا كل شيء وتعرف انت باش تاخذ انشارج الستار هذوما الكل اللي تحكي عليهم انت لازمنا نشوفوا شكون باش يلها بالحكايه وكل شيء بون يدي بيه باش تنفع تونس في كل المجالات هذا المشكل باش يكون ماتش سامبل ماتش فهمت انك باش تجيب دي ستار يعني عالميين وكل شيء في تونس يلعبوا ماتش دو باسكيت وكل شيء ماتش غالا جو بونس حتى التوريزم تاعنا باهي حتى ليماج تاع تونس اون جينيرال حاجه باهيه دونك علاش ليه عندنا الصيف ان شاء الله